بدات بقى بجوهر ليه زمالك عشان يجي لك انت في انبي انبي النهارده عشان ياخد حقه كاملا عمل مباراه تكتيكيه رائعه جدا، مستوى اللاعبين كان رائع جدا، وكابتن حلمي طولان وانا عملت مداخلاتي مع علي فوزي وكابتن عبد الناصر محمد قالوا لي احنا بنحفظ من اسبوع كابتن حلمي طولان ماسكنا سنتي بيحفظ يعني، او كابتن عبد الناصر حتى قال لي احنا حفظنا لعيبه الزمالك وتحركات لعيبه الزمالك اكتر ما حافظين انبي كمان. صحيح. فواضح النهارده انه كان في تحضير جيد جدا للمباراه واتطبق بشكل عملي. اتطبق ازاي؟ انا اتفرجت النهارده على 3-5-2 بتاعت زمان، ايوه بتاعت التسعينات دي اللي كلها جبهات، وينج باك ناحيه الشمال جنبه هاف، فاكر النادي الاهلي كده الجوزيه؟ لا قبل كمان 3-5-2 بتاعت الالمان تسوبل وهولمان طبعا، لما كملها محمد عمارة وياسر يلعبوا جنب بعض، ياسر عنه مجدي طلبه، طارق السيد في الزمالك في كابرال بالظبط كده، دي وينج باك وميدفيلدر وراهم سنتر باك كان مثلا محمد يوسف او اي حد، اي سنتر باك يعني، جابها فيها ثلاثه، جابها بتهاجم جابها بتدافع، مصطفى شلبي الراجل اللعيب الكبير الحقيقه اكتشاف واحد يعني، كابتن حلمي طولان برضه ياخد الكريدت في العين اللي بيجيب اللعيبه الصغيره. صح. الراجل راضي ده اللي اتغير النهارده، مؤمن راضي اللي اتغير النهارده جاي من بترول اسيوط، كان بيلعب هاف ناحيه اليمين جاي من بترول، ولا كان حد يسمع عنه ولا يعرفه. وقص على ذلك بقى خد لعيبه ناشئين كتير جدا، لعيبه من مدرسه الكوره في انبي بيروحوا اعارات لانديه ثانيه في الدوري الممتاز او في الدرجه الاولى بيرجعوا جاهزين وبيلعبوا، ودي بقدر ما ياخد فيها كريدت كابتن حلمي تاخد فيها اداره انبي الكريدت، لان دي مستمره طول الوقت اللي موجود كابتن حلمي او غير كابتن حلمي، هو بيطبق سياسه النادي. فهنا في سياسه عامه، بيجي مدير فني ليه توجهه وجهه نظره وكل حاجه، ولكن في نفس الاطار اللي اداره النادي حاطاه. حصل انتخابات قريب في انبي، الاداره اتغيرت، كله بيطبق نفس الحاجه لان هي جايه علشان نقدر نصرف نعيش، نقدر نعيش في الدوري الممتاز في ظل الفلوس دي. صح. فالراجل حفظ لعيبته، لعب على ثغرات الزمالك بقدر ما ناحيه اليمين في الزمالك قويه جدا هجوميا، هي ضعيفه جدا دفاعيا، فهو هيدافع طول الوقت على زيزو بالثلاث لاعبين، وهيهاجم حمزه المثلوسي طول الوقت بنفس الثلاث لاعبين، فبالتالي انت محتاج شق بدني مهم، محتاج ان اللاعبين دي تأدي طول الوقت بنفس الطريقه، ومحتاج ان السنتر باك بتاعي لما هاجم او اوصل لمنطقه معينه الملعب بتلت اخير، طبعا السنتر باك بتاعي اللي هو الليفت مش هيروح معايا الاخر. فهنا مصطفى شلبي اللي هو اصلا جناح وكان بس بيلعب النهارده مع ابوكا في مركز المهاجم، هو اللي هيبدا يتحرك يروح يبقى هو الجناح، مش يجيبه في الزمالك، ودي وضحت قوي في الجول الاولاني لما فرقه امبي خدت فرقه الزمالك كلها ورحلوهم كلهم. مش فرقه امبي ده، هو شلبي يعني، بس في النهايه لعيبه الزمالك يعني عشان مش للدرجه يعني. فلعيبه الزمالك كلهم راحوا، فحصلت الثغرات والمسافات، علي فوزي الوينج باك اللي مكمل بقى، وينج باك اللي هو اصلا باك رايت ومركزه متغير النهارده يلعب وينج باك، موجود فين؟ موجود في مركز سترايكر، مش هقول لك حتى مركز الجناح، راجل موجود جوه 18 وشايف كويس قوي، بياخد الكوره واقف عشان لو عدت من ابوكا يعني اللي هو الحقيقه مهاجم كبير، لو عدت منه يبقى لاقيها علي فوزي ويفنش زي احسن فرود او احسن جناح الحقيقه. رائع. فده يقول لك هو لما الكره جات له ما تخضش يعني، هو في التمرين اتعرض للموقف ده مره واثنين وثلاثه وعشرة. صح. ما كابتن عبد الناصر بيقول لك احنا بنحفظ بقى لنا اسبوع، فاحنا ده واضح في مستوى اللاعبين النهارده. المواقف يعني امبي النهارده مسجل هدفين ومضيع زيهم، كلها مواقف متكرره. صح. هدفين وملغي له هدفين ومضيع كمان مثلا هدفين نتيجه استهتار شويه في اللمسه الاخيره، كلها مواقف متكرره، مواقف شبه بعضها يعني، بتاعت ابوكا اللي اتلغت زي بتاعت ديلو بيتر اتلغى زي بتاعت مصطفى شلبي اللي رقص زياده عن اللزوم وضيعها، ثلاثه تيبيكال بعض، الراجل بيلعب في المساحه اللي بين السنتر باكين، لا واللي هي ابو جبل طلع لعبها برجله، انا مش فاهم هو لعبها برجله وهي نفس الكوره برضه تلعب ديلو بيتر، ديلو بيتر في ظهرهم برضه استغلال المساحه اللي بين السنتر باكين. الزمالك عنده مشكله؟ اه طبعا الزمالك عنده مشكله، ولكن عشان ما نجورش على الحته دي نخلينا في ام بي يعني، وهي الزمالك مميز جدا في العرضيات. صح. فانا مش هقدر، انا كفريق امبي لو فتحت قوي عملت ستريتش عشان اوقف عرضيات واطراف الزمالك هيبقى عندي مشكله في العمق، العرضيات هتلعب ليه؟ لان كواليتي احمد فتوح وكواليتي زيزو وكواليتي بن شرقي وكواليتي الباك رايت ايا كان، هو حازم او حمزه المثلوسي او ايا كان، الناس بيلعبوا عرضيات، ما هو ربنا يعرفهم بالعقل برضه، انت مش هتقدر انك توافق الكواليتي ده وتوقف عرضياته، فالحل ايه؟ العب يا سيدي العرضيه وانا هستناها. النهارده انا يعني هقول لك الزمالك لعب كام عرضيه، هاخر الرقم بس شويه، بس انت هتحس تقعد تفتكر كده تسرح، وكان في فرصه للزمالك النهارده، هو كان في عرضيه مش هتفتكر، تقول الزمالك اصلا ما لعبش عرضيات، لازم كره عمر السعيد في الشوط الاول وبعديها الكره اللي في الايه، الكره اللي في الايه. انا بتكلم على الحاجات بقى اللي من العرضيه اللي هو اللعب الطبيعي بتاع الزمالك، ما هو الزمالك بيعمل ايه؟ زيزو حل مهم جدا طبعا، الكرات العرضيه والاختراقات والدريبلنج بتاع بن شرقي، دي اغلب الافكار اللي الزمالك بيقدمها. على كلامك انه لما نزل سيف الجزيري جنب عمر، مختلف معاك مع فيريرا الوضع اتغير شويه بس بتكلم على الميراث القديم، بس دول اهم ناس. لما نزل سيف الجزيري عشان يلعب جنب عمر السعيد تقريبا الزمالك ما وصلتلوش عرضيات كتير يعني، دي مشكلتها حاجه برده. فانت هتقول ايه؟ الزمالك ما لعبش عرضيات، ما لعبش عرضيات،
هاجي اقول لك لا والله هو الزمالك لعب النهارده 34 عرضيه. ده رقم كبير اصلا. الافرج بتاع الزمالك 26 27 عرضيه في الجيم. النهارده الزمالك عامل اباف افرج ب 8 عرضيات بس ما وصلوش ما وصلوش يعني. ولو وصلوا الزمالك 11 من 4 صح 11 من 34 بنسبه 32% 31% نسبه كويسه على فكره عدد صح كويسة جدا. ولكن ما هي الكره لما بتروح تخبط في عمر السعيد او عمر السعيد بينط وتلمس دماغه هي دي عرضيه صحيحه على فكره. هنا بقى الرقم لازم ابص ورا الرقم انا عملت ايه. طب انا خدت الاولانيه فوق راحت منها محاوله ما راحتش محاوله انه اصلا مش مرتاح هو يا دوب بيعافر عشان يطلع من وسط ثلاثه من لعيبه امبي يلمسها. طب لمسها وطلعت وخدنا الاولانيه. حد عنده فرصه ياخد الثانيه غير مدافعين امبي؟ مفيش اصلا. الثانيه هنا مسؤوليه مين؟ واحد زي اوباما اللي بيلعب تحت المهاجم او حالي او الجناح العكسي. والحقيقه سواء بن شرقي او اوباما او حتى لما نزل الجزيري وطريقه اللعب اتغيرت ونزل الولد الصغير اللي هو لعب جناح شمال نيمار يعني 10 يعني طيب